يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة ربما موضوعنا مهم جدا، متعلق بشكل كبير وبشكل رئيسي بذكريات حضراتكم القديمة. كل واحد فينا عنده حاجات بيكون محتفظ بيها، بيكون متعلق بيها ومش قادر ينساها، أو مش قادر يبيعها، يوديها لحد، يرميها. بيقول إن دي هتظل هي الذكرى الرئيسية اللي هتفكره بأيام جميلة. الحاجة دي ممكن تبقى لبس قديم، ممكن تبقى مجلات كان بيقراها ميكي، سمير، علاء الدين بقى على حسب جيلك، ممكن تبقى شهادات تقدير، ممكن تبقى أشياء كتير جداً أنت أو أنتي احتفظت بيها لسنين طويلة جدا، ممكن تبقى لعبة قديمة. في الحقيقة اللي مالوش ماضي يفتكره مش هيفكر كويس في المستقبل. الماضي بيفكرنا بأصولنا القديمة اللي تربينا عليها وأساسياتنا، حتة براءة كده صغيرة تبقى بعيدة فيك، بتخلي الحاجة اللي أنت محتفظ بيها هي اللي دايماً بتخليك يعني تقتني هذا الشيء أو تحتفظ بيه. ده سؤالنا النهاردة يا جمانة، يعني إيه أقدم حاجة عندك في البيت محتفظ بيها؟ إيه هي ذكرياتك معها؟ فكروا معنا في أجوبة ربما تكون زي ما يقولوا كده إيه بره الصندوق. يعني كلنا يمكن عندنا شهادات تقدير، يمكن كلنا عندنا لبس قديم. إيه اللي ممكن يبقى مختلف؟ إيه اللي عندك يا جمانة في دولابك أو في بيتك ما زلت محتفظة بيه وأنت طفلة؟ هقول لك على حاجة، أنا شخصية أصلاً بحب أحتفظ بالحاجة القديمة وأضيع الحاجة الجديدة أساساً، فأنا بحب جداً أشيل حاجتي القديمة. ويمكن لأنا قلت لك أنا عندي إيه، والله هتتخض يا مصطفى. أنا عندي مثلاً، فاكر أيام ما كانت الكروت بتاعت شحن التليفون كانت كبيرة كده، وكنا بنقعد قد الكرنيه الكبيرة دي قوي دي مثلاً عندي منها، لأ وعندي منها عدد مهول. طب ليه؟ مهول، ما اعرفش كنت بشيلهم ليه، يعني انا مش عارفه كنت ابدلهم، انا مش عارفه كنت مش عارفه كان ايه المغزى من الموضوع. عندي مثلا طبعا كل متعلقات بابا عندي الله يرحمه، عندي شهادات المدرسه وانا صغيره جدا، يعني شهادات المدرسه اللي بقولها لك دي بقى مش هقول لك بقى ثانويه عامه، لا شهادات المدرسه بتاعت ابتدائي ولا ابتدائي وتانيه ابتدائي والحاجات دي كلها. مجلات موجوده، لا موجوده ومتشاله ويعني سليمه. حلو. وعندي صور كتير، انا بحب الصور جدا كمان طبعا. عندي ايه تاني؟ عندي ايه مجلات تاني؟ كنت بتقولي مجلات. عندي مجلات طبعا كتير بقى، ميكي وسمير والحاجات دي طبعا، ورجل مستحيل. عندي لا عندي 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 كتير، ممكن اسلفك لو عايز. عندي كتير عندي كتير قوي والله، واعداد نادره. بتجيب المجلدات بقى بتاعت ميكي وكده ولا كنت انا كنت بحب ميكي جدا. ميكي جيب ولا ميكي كبيره؟ لا كبيره، كبيرة. كنت بحب الجيب دي خالص. الجيب دي كانت لطيفه والله. لا ما اعرفش بقى ليه ما كنتش بحبها خالص. كنت بحب الكبيره دي، وكراسات التلوين والحاجات دي بتاعتي وانا صغيره. طبعا دي بيبقى فيها ارت الواحد ما يقدرش ينساه، فبيظل طبعا هي كلها شخبطه يعني كارثيه بس خالص مفيش اي ابداع خالص، بس اي موجوده عارف بتفكرني باخطائي ان انا ما كنتش بعرف الاول. عندي ايه تاني؟ عارف زمان كنا بنكتب لبعض على الفلوس، هذه العاده السيئه. عندي بقى من الحاجات دي كتير. والله برافو عليكي، وانا كمان عندي. وفي المدرسه بقى احنا عندنا كان وقتنا كان في حاجه اسمها كده، او انا ما اعرفش كانت موجوده في كل المدارس ولا ايه، كان في حاجه اسمها سلام بوك. سلام بوك ده عباره عن ايه؟ نجيب كراسه كده كبيره ونكتب فيها اسئله احنا اللي بنكتبها. حلو. والكراسه دي بتلف على الدفعه كلها، كل واحد يكتب بقى الاجابه بتاعته. دي جميله دي طبعا، دي موجوده عندي. ورق بقى حاجات ميموريز ذكريات. زمان كان الاصدقاء يسلفوا بعضهم او يدوا لبعضهم صورهم الشخصيه. هتلاقي صور بقى كتير عندي جداً. والله ولو شافوها فضايح، مستقبلكم في خطر. احذروا يعني احذروا مستقبلكم حقيقي في خطر، وانا كمان والله يعني ماما مش لوحدهم. انا بالنسبه لي الحاجات دي يا مصطفى بتمثل ايه بقى؟ لا انا بالنسبه لي بتمثل ذكريات كتير قوي حلوه. حتى احيانا في حاجات فعلا بتفكرني بذكريات مش لطيفه. ولكن بنتعلم منها بالظبط كده، ببص لها وبفتكر انا في الوقت ده كانت غلطتي ايه وايه اللي حصل، بفتكر كل حاجه بتعدي قدامي وبتعلم منها. والذكريات فيها يعني فيها درس ايجابي وفيها طبعا اكيد. والذكريات الحلوه بتفكرني بايام حلوه، بتفكرني بناس يمكن ما بقيناش خلاص نتعامل مع بعض، مش لزعل ولا حاجه لا قدر الله ولا سمح الله يعني. الظروف اتقطعت
بالظبط كده. فبنفتكر حاجات لطيفة مع بعض لما تشوف البراءة واللذاذة بتاعتنا واحنا صغيرين. صحيح. وانت صحابك اللي في المدرسة وانت بتفتكروا لبعض مواقف، وهم يعني حتى في مثلا في الكراسة دي مصطفى كنا كاتبين مواقف، مواقف مستحيل انت تقدر مخك ان هو يبقى محتفظ بيها بالشكل ده. صحيح. لما بتيجي تقراها بتشوفها تاني قدام عينك وبتتبسط. مدرسين حتى كانوا كاتبين لي في الكراسه دي. الله. يعني لا كانت حقيقي، انا الذكريات دي لما بفتحها عندي صندوق كده، لما بفتحه حقيبه الذكريات بتتفتح. لا كوارث بقى يعني، كوارث صور بقى، وزي ما قلت لك حتى برضه تحت الدولاب والحاجات اللي زي ما بنشوفها في السينما. لا انا بقى هقول لك، انا شايلاه بقى في حته انا نفسي مش فاكراها والله العظيم، عشان الحرامي بس يعرف. طيب بالنادي يعني بنكلم الراجل عشان يعني هو جاي. ايه تعالى والله هيتسلى يعني، هياخد وقت، هياخد وقت. انت بقى بتشيل ايه؟ والله كل اللي قلتيه ده عندي منه حاجات متطابقه، بس انا عايز اركز مع الاسئله ان احنا نركز في جانب الروايات القديمه والجانب الادبي القديم، لان فيها نوستالجيا عظيمه جدا، وكمان بتفكرنا بقى بنبيل فاروق واحمد خالد توفيق، واللي قرا بقى يوسف ادريس او يوسف السباعي، والاجيال اللي قبلنا اللي قرات محفوظ، نجيب محفوظ. يعني هنسمع فيها كلام حلو منكم، وهنستفيد وهنعرف قيمه، هيبقى في فاليو في الـ في الـ في الـ في الحلقه. لكن كل اللي قالته جمانه ده عندي منه. انا عندي لبس قديم جدا جدا من وانا بيبي صغير، نسخ يعني، طبعا مش كله، بتحتفظ بالحاجات المميزه. عندي شهادات تقدير كتير جدا. الروايات دي بقى يعني عندي برضو نسخ كتير، ميكي بقى وسمير وحاجات كتير. عندي كتب مدرسية قديمة، نسيت أقول لكم حاجة زي كده مثلا. أنا عندي من الكتب دي كتير قوي. يعني تلاقي الكتاب مثلا إيه علق معك، درجة حلوة كنت جايبها في مادة معينة، مادة كنت بتحبها، بتحتفظ بيها. عندي بوسترات قديمة، دي مثلا من الحاجات النادرة جدا. عندك شرايط كاسيت؟ أنا عندي شرايط كاسيت. عندي طبعا شرايط كاسيت وسيديهات قديمة ولسه محتفظ بيها. على فكرة عندي مكتبة حلوة جدا، وحاطط فيها شوية نوستالجيا كده في النص، يعني حاطط فيها الكاميرا القديمة اللي استخدمتها. أنا بدأت حياتي 96 97 كنت بشتغل في مجلة الشباب صحفي مع الأستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمة الله عليه. كان عندي بقى إيه أيام بقى زمان، كان عندي عارفة الكاسيت اللي هو الريكوردر القديم، الوكمان. أيوه. استخدمه وكمان واستخدمه في نفس الوقت تروح. يعني كان لي استخدامين. عند الكاميرا القديمه اللي هي بقى بتعمل كده وفيها الفلاش، فاكر الكاسيت اللي ببابيه ده؟ طبعا ده موجود لغايه دلوقتي موجود. فكل الحاجات دي عندنا. عايز اقول لكم ان احنا اكتر شعب في الدنيا بيحتفظ بالحاجات دي، وده يمكن عشان احنا اولاد اصول. المصريين طول عمرهم اولاد اصول. يعني ما اعرفش الشعوب التانية بتعمل ايه، هل ذكرياتها بتظل معاها كده، بس احنا من الشعوب اللي ما بترميش حاجه. عارف انت بتقول على المذكرات بتاعتك او الحاجات اللي بتكتبها، افتكرت حتى ان انا محتفظه ب يعني بابا لما كان في كليه الطب. أي. كان كاتب هو مذكرات مذاكره حلو لسه محتفظه بيها لحد النهارده، وعملتها كده زي في مجلد كده وموجوده عندي بخط ايده. فالحاجات دي حلوه جدا يعني. طبعا. صعب جدا ان حد يفرط فيها. انا بحس ان الناس اللي بتفرط أيوة. في ذكرياتها أيوة. بحس ان هم يعني سهل عليهم يعملوا اي حاجه. لا مشاعرهم عارف جامده، مفيش عزيز. شكرا مفيش شكرا عزيز شكرا على شكرا قلبها. شكرا. يعني حلو ان انت يبقى عندك حاجه عزيزه عليك يعني، وصعبان عليك ترميها. بالظبط. ما تستهنش كده بالاوقات اللي فاتت والناس اللي عدت في حياتك، ان كان بحلو او بوحش. صحيح. اعتقد ان هي متعلقه بحاجه نفسيه اكتر. في ناس احيانا للاسف بتحتفظ بحاجات زياده عن اللزوم. ده بيكون كتير جدا. بالظبط. ده بيكون مش لطيف خالص. وبيكون كمان ليه برضو ابعاد نفسيه يعني ما علينا منها، ولكن الموضوع برضو اي شيء بيزيد فعلا عن معدله الطبيعي بيكون مش لطيف. انا كمان انت بتتكلم عن انها شعب بيحافظ على حاجه جدا. احنا شعب بيحافظ على حاجه عشان عندنا من للحاجه الواحده استخدامات كتير. صحيح. يعني اعتقد مثلا البرطمانات الازاز. يا سلام. علبه البسكوت اللي بقت في كل بيت هي بتاعت الابره والخياط. مش عارف ومش عارف انا مش عارف ايه العلاقه ان كلنا نفكر نفس التفكير. يعني ليه كل البيوت المصريه عندها نفس علبه البسكوت اللي بالزبده اللي هي كانت معدن دي، وكلهم بيحطوا فيها الزرقاء الزرقاء. ايوه صح. سبحان الله سبحان الله. ده شيء عجيب يعني. وليه كلنا فكرنا نفس التفكير ده؟ البرطمانات. انت بتقولي فعلا احنا شعب نقدس البرطمانات. احنا ما بنرميش حاجه يا جماعه، احنا شعب ما بنرميش حاجه. ما اعرفش احنا يمكن
وبنغرد خارج السرب ولا حضراتكم كده، اكيد عندكم انتوا اشياء كتير. في النهايه احنا يعني حابين ايه ندردش معاكم ونسمع كلامكم. كلمونا عن الروايات القديمه اللي لسه محتفظين بيها، نهتم جدا بالكلام ده. كلمونا عن اشياء مختلفه نقدر يعني نضحك نهزر عليها، نشوف فيها جانب نفسي عامل ازاي. قولوا لنا ايه اكتر الاشياء اللي محتفظين بيها، اقدم حاجه في بيتك بتحتفظ بيها، ايه هي ذكرياتك معاها، بتفكرك بايه؟ ده سؤال اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها بالتفصيل في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وجمعه مباركه. صباح الخير يا مصر. صباح الخير.